بمعي فيلم لليوم احد ابرز المخرجين الصاعدين راح يخبرنا عن اول فيلم له بعنوان بانج بانج. برحب بسيريل باسيل. اهلا وسهلا فيك سيريل. شرفتنا حضرتك. ماشي. خريج جامعه اليسوعيه او اليزاف. مزبوط. وهذا اول عمل لك فيلم تخرج بتصور. مزبوط. وسميته بانج بانج. بانج بانج اسم اغنيه كلنا بنعرفها وبتمرق بنهايه الفيلم حسب ما خبرتني. مزبوط. الفكره للفيلم من عندك من مخيلتك والاخراج اكيد من لمساتك. فيلم درامي اجتماعي يعني موضوعه من واقع مجتمعنا. خبرنا شوي عن القصه وعن شخصيته. هي القصة بتدور حوالي شخصية اسمها ياسمين. ياسمين بنت مغرومة بشاب اسمه عمر، صار لهم بعلاقة بفترة 3 سنين. نعم. وهي العلاقة نوع من مخفية، يعني أهله لعمر ما بيعرفوا فيها، وهي أهلها ما كتير محبزينها لأنه هي لأهلها يعني هو مزيكات فمنه حدا كثير. يعني من طبقات اجتماعية مختلفة، بركي هي من عائلة متواضعة بالضبط، هو من عائلة غنية أكثر برجوازية، وأهله ما يعني ضد كليا الفكرة إنه يكون معها، وخاصة إنه هي بتغني مش بس من عائلة. مع إنه اثنيناتهم موسيقيين بهالفيلم. اثنيناتهم موسيقية بس بنفهم إنه هو موسيقي، هو وقت يبلش الفيلم بطل يدق عود معها، يعني ترك الباند اللي كانوا هن فيها. كانوا يشتغلوا سوا. مزبوط، كان هو يدق عود وهي تغني ويشتغلوا على ميوزيكال نمبرز مع بعض. وهو رجع قرر يشتغل بالشركه مع بايو ويلتزم بهذا الخط المهني وترك العود، ومن تركته للعود نفهم شوي شوي انه هو ترك كل هيدي العلاقه. نعم. يعني حب يترك كل حياته السابقه معه. بالزبط. مع هالحياه الجديده اللي اختارها. بالزبط. لنفسه. هالقصه طلعت من مخيلتك او من تجربه خاصه او تجربه انت شفتها؟ هي طلعت من كذا تجارب، يعني اكيد في من تجربتي الخاصه وفي من الناس اللي حوالي، لانه هو كمان في موضوع كثير اساسي بيتبلور حوالي الفيلم اللي هو الهجره. فانا وكذا حدا من الاصحاب يعني كنا بمحل بنقطه مفصليه انه حدا بده يهاجر. يمكن عشتوا هالموقف 100%، ولكن يمكن باسباب مختلفه. هون سبب الهجره، يمكن سبب التردد، سبب الخوف، عدم المواجهه، طموح مختلفه، طموح تغيرت، توقعات تغيرت، يعني عده اسباب بتلعب دور ب يعني تسدين هالعلاقه. بنشوف مشهد من هالفيلم. اكيد. جاهز المشهد؟ تفضلوا. بقول لك هي ساعه تفتحها. يلا افتحها. نيويورك يونيفرسيتي ميوزك سكول. ابلكيشن ريسيف. Dear Mrs. Ismin, your submission of Mr. Romers well received for fall. كذا اوضه لنا بمنهاتن وكلهم كثير قراب على الجامعه. كثير قراب. بس اذا كنا اثنيناتنا عم نشتغل بنضل ندبر. واصلا انا قدمت لنا فول سكولرشيب ودوسينا كثير منيح. نويت تاخذي فول سكولرشيب؟ انا نويت اخذها كمان. طيب بركي اخذناها. ان شاء الله تاخذيها. لحظه ماما، لحظه، خليكي معي على الخط. قولي لي شو ناقصك؟ شو عايزة؟ هالشي ماما، ما بدي شي. بدي شوف كيف بدي اصمد بهاليومين. ماما أنا بس بدي شوفك. قولي لي، تشوف شو بنزل لك معي. ما مين عم تحكي؟ إن شاء الله عم تحكي معها. بدها تعمل أرتيست وتنغرم بمزيكاتي، انتبه حالها. روق روق، طول بالك.
الو عمر مشغول؟ فيك تقلي لما سيريل شفنا عمر وياسمين سوا بكم مشهد ومبين انه مغرومين، يعني بحبوا بعض كثير وعلاقه كثير جيده. ليش تغير الوضع؟ هو الاكستراكت اللي شفناه مقسوم على في لحظات بالفيلم اللي هي الواقع البريزنت تايم، يعني يلي عم بيصير فيها تفكك في فلاش باكس 100%. بالفلاش باكس بنشوف كوبر كثير مهضوم، كثير دايناميك، بحبوا بعض، وبرضه بالاثنين موجود المخفى، يعني بالموتيل بنلاقوا بالمخفى، وكنت تهربوا بالشنطه يعني لعندها بالاوضه بالفويه بالمخفى. طبيعي الامور تغيرت لما هي تقدمت لإلها ولإله انه تتسجل بجامعه متخصصه بالموسيقى بامريكا. هو ما حب الفكره ولكن خفي هالشيء عنها، وهي كانت كثير متامله انه يكملوا حياتهم سوا موسيقيا وشخصيا بامريكا. وبانتظار الرد هي بلشت تتحضر وتعمل كل الامور لتجهز الامور، وهو بلش يبتعد عنها شوي شوي. ليش هون ما كان عنده الجرأه انه يواجهها ويصارحها بمشاعره؟ لانه مثل ما شفت من الاكسبيرينسز البيرسونال تبعولاته يلي حوالي، اغلب العلاقات عم تخلص لما في مواجهه. نعم، ما في صراحة 100%. فلما ما بيصير في مواجهة وما بيكون الشخص عنده الشجاعة يقول اللي بده يقوله حقيقة، بتهرب بتتفكفك. يعني كان عندها قناعة قوية لدرجة انه تحدت الكل، حتى تركت اهلها، بيها اللي خيارها بين انه مستقبلها بالموسيقى والا عائلتها، هي اختارت مستقبلها لانه هالقد كان عندها قناعة باللي عم تعمله. مزبوط، ياسمين هي شخصية كثير حقيقية. نعم، هي حدا حقيقي وحتى عندها نوع من النايفتي، يعني هيدي البراءة. يعني أول علاقة حب عم تقطع فيها بعدها أحلامها كثير كبيرة وبدها تحققها. يعني كانت شفافة أكثر بكثير من عمر. خلينا مزبوط. نشوف المشهد الثاني ومنكمل. أنا ياسمين sidewalk. Hey. Neighborhood. Chicago. Chicago. Tokyo. Tokyo. Paris. Paris. وراح نلعب بالأولمبيا، Madison Square Garden. ايه. بولا مطعم. ايه. تفاعل مطاعم. ايه. وبلا الأهل. ايه. غصبا عن الأهل. تفاعل أهل. ياسمين وصلك على البيت؟ الو ايه باب؟ ايه
No, no, it will be ready for the presentation. Yeah. No, I'm just having a few drinks with some friends. I won't be late. Okay. سيريل، بهالمشهد ياسمين بتكتشف حقيقة مشاعر عمر تجاهها والمخطط اللي كان محضره حتى يسافر على قطر. مزبوط. يشتغل مع والده، أكيد بتكون خيبة أمل كتير كبيرة لإلها. شو حبيت تقول من وراء هالفيلم؟ هو بالآخر لما خلص الفيلم وكنت عم بحضره اكتشفت وكانت هيدا الشغلة قاعدة بتفكيري، يعني أنه بالآخر الواحد لازم يأمن بأحلامه ودا رايح فيها للآخر يكون حقيقي، حتى إذا على هيدي الطريق حتفكفك أشياء وتختفي أشياء، بس حيبقى الجوهر الأساسي يعني تبعوله، حتى إذا في ناس بطلت موجودة بحياته. نعم، يعني تخيل هيدي هي كل المسج. شيء له ثمن بالنهاية، كل شيء له ثمن أكيد، بس لما يكون شخص حقيقي كل الناس مش حقيقيين حتختفي يعني شوي شوي. نعم. من حياته وحيبقى جوهره، فبالنهاية لصالحه لما بتصير الأمور بهالطريقة. وين انعرض هالفيلم؟ انعرض بالجامعة. نعم. الجوري يعني تبع الجامعة، وهلأ بده يبلش يروح مهرجانات. ممثلين معروفين استخدمت بهالفيلم، ليش؟ أنا كنت يعني الممثلة الأساسية عم تلعب دور ياسمين، كان كتير أساسي لإلي إنه لاقي حدا كتير بروفيسيونال وحدا كتير. نعم. قبضاي، لأنه هي حاملة الفيلم فعلياً. فمن وراء رومي بلشت أتعرف على ناس، رومي ملحي. نعم. عم تلعب دور ياسمين. رومي وجوليان فرحات ممثلين مع بعض قبل كتير، فعندهم كيمستري اوريدي موجوده، بيّن. فكنت عم ببني انا حوالي هذا الموضوع، وباقي الممثلين المحترفين هن اصحابي يعني ناس بعرفها اوريدي شاغل معها على بروجكتس قبل. نعم. وحبوا يشتغلوا. سريعا سيريل، عم بتحضر شيء بعد بانج بانج؟ هلا عم بكتب اول فيلم طويل يعني، وعم كفي اشتغل انا بعمل ميوزك فيديوز يعني كمان از دايركتور. فإذا نحن ناطرين أي عمل جديد لإلك، إن كان فيلم أو فيديو كليب جديد، وأهلا وسهلا فيك كمثبتك. شكرا لوجودك معنا. وقفة قصيرة مشاهدينا ومنرجع.